السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ بخير. كدايرين مع الصحيحة؟ ميم تيختي العدو هواجة. كركو دايرين؟ كدايرين الأحوال؟ بخير. أنا جيت. شحال من واحد وشحال من وحدة قال لك أخويا إبراهيم عندي برودة في الجنس، لا المرأة ولا الراجل، يعني نعسين واحد وبحال الخوت، كل شيء عيا، لا الدماغ ولا المواتر. أحبي كركو دايرين العدوات؟ بخير. راكو في القلب. واليوم جيت لكم وصفة زوينة وسهلة وديروها في الصباح ويضا. احنا شي مرة ما تتقف تاع الراجل ولا المرأة تكون عنده ديك البرودة، شي مرة تاني كين من الأعصاب، شي مرة من الخلع، وتاني كين الراجل يكون عنده ديك سريع القذف، تاني كين حاشاكم هذيك تاهي يقدر يديرها هذه، لان راه زوينه وخاصكم تطبقوها. غادي ندير لكم هذه جايه مع الحليب، ديرها في الصباح سهله، وغادي ندير لكم واحد الخلطه زوينه انا كنديرها، ما عمرو يعيا لا المراه ولا الراجل. المهم غادي نطحن هاد الاعشاب، غادي نقول لكم هاد الاعشاب الاولين، وغادي نقول لكم علاش غادي نخلطها. احنايا هنايا عندنا بذور البصل، عندنا هزينا معايا القصغير، هنايا عندنا حب الرشاد، حب الرشاد هاو هزينا معايا القصغير. غادي نوري لكم بذور البصله، هي راه دايره بحالها بحال السانوش. ها بذور البصل كي دايره، وها بذور السانوش معايا القصغيره، معايا القصغيره، ها البصله وها السانوش. ها مره شي مره يتالفوا. وهنايا بذور الجزر، هاهي نوريكو الزروديه، بذور الجزر معايا القصغيره. ها هما كلشي ساهل. درك اللي بقى لنا اللي كيحرك بنادم وكيحرك المرأة وهو الحرمل، اللي كيقول لك الحرمل مسموم، لا ما عمرو كان مسموم، انا ديما كنشربو مع الشاي. الحرمل ما غاديش نهزو معايا القصغيره، غادي نهزو غير نص معايا القصغيره، هذا هو الحرمل. ها الحرم غادي نهزو غير نص معايا القصغيره. درك هنا عندنا خمسة ديال المواد، عندنا البصلة، حب الرشاد، السانوج، وعندنا الحرمل، وعندنا بذور الجزر يعني الزرودية. ها هي باش تعقلوا عليها تكون ما تعرفوش، هاي هذه البذور ديالها كاينة هنايا، تشريوها مع عندك صحاب اللي كيبيعوا الغرسات كيسميتها. وعندنا الحليب، غادي نطحن درك هادو ونوريكم علاش تخلطوا، وهذه راه دقة بطلة، وديروها في الصباح وديروها في العشية فما بغالكم ديروها، وسهلة. كنبغيكم وغادي نطحن هاد المسائل عاد باش، لان الماكينه كدير الحس. اها راني كنت نسيت لكم الزعتر، راني درت الزعتر معايا القا صغيره ديال الزعتر، لان الزعتر كيسخن. ها هو درك راني طحنته هنايا، ها هو كيولا، راني طحنته بلا ما نغربلو بلا ما حتى شي حاجه، نتوما طحنوه مزيان. غادي نرجعوه هنايا، درك غادي نزيد عليه شويه الزنجبيل، يعني سكنجبير مطحون، غادي نزيد عليه واحد شويه، غنزيد عليه واحد شويه، عينكم ميزانكم. ودرك غادي ندير الكاس ديال الحليب، هاني درت كاس ديال الحليب. ودرك غادي نشدو بنانه، كشي مره كيخسر لنا البنان، لكن حنا نشدوها. وها بنانه، الكاس الحليب انا اللي كندير الحليب، الحليب كندير نتاع الخرطال، ها نتاع الخرطال انا كنشريه، لان زين ما كنستعملش ديال البقر، لان الابقار فيها مرض وما كيداويو الحليب لا والو، ما كيعايروه لا والو، وكنشري ابينا يعني ديال الخرطال. ها هذا هو الحليب اللي نشربو انا ولا بنتي، بنتي ما عمرها شربت الحليب ديال البقر. درك غادي نجيبو حنايا جوج تمرات، واللي عنده السكر لا شافيهم ما يديرش التمر. ها التمر انا راه عندي بلا علفه كنشريه. ودرك هنا عندي الفواكه الجافه، عندي هنا الزبيب، عندي القوقع، وعندي القرقع، اللي كان عندكم في الفواكه الجافه ديروها، كلشي كاين هنا. غادي نهز انايا عيني ميزاني، ها واحد الكمشه ونديرها هنا، غادي نديرها هنايا وغادي نطحنها. وهذه ديروها على الصباح، وتقعدوا تشريو بزاف بحال
بودر البصله 5 دراهم 5 دراهم السانوج 5 دراهم الحرمال 5 دراهم وكسميته وتشريوه وتطحنه مره واحده وغير في الصباح تهزو معلقه صغيره منه. يعني انا غير بغيت نوريكم درك غادي نطحنو وغادي نوريكم ونشرب قدامكم حبي. دقه بطله البروده لا المراه ولا الراجل دقه بطله وهذا تبقاو ديروا ديما ساهل ماهل. تشريو نتوما الاعشاب غادي نعاود لكم الاعشاب تشريوه مره واحده وتطحنوه مره واحده وغير الصباح تهزو غير معلقه صغيره. انا راني كثرت شويه لان درت معلقه صغيره معلقه صغيره غير باش نفهم لكم ما هي تكون غير نص معلقه نص معلقه بصح نتوما الا خلطتوه كاملين تهزو غير معلقه صغيره في الصباح كاس ديال الحليب وبنانه والتمر اللي بغى يدير التمر واللي ما بغاش يدير التمر والفواكه الجافه وتطحنوها دقه بطله يبقى الراجل بحال الحصان والمراه تاني كل بحال الحصانه. كنضحككم حبي غادي نطحنوا نعاود نقول لكم ها هو راني طحنتو انا رين كثرت لان نزيد عليه الحليب ونخليه في الثلاجه. انتم ديروا غير معلقه صغيره من كل شيء الاعشاب انا درت معلقه معلقه باش نحتفظ به. ها هو شتو هذا كاس على الصباح بغا يشربوه في الخوة على الخوة يكون كالي ولا ما كاليش الدنيا هانية وفوق ما بغا يشربوه. مزينتو هذا راه دقة بطلة غادي نعاود كل الأعشاب